فخلاصة القول أن على المسلم أن يحفظ عورته، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وكما أسلفت لكم إذا تغير الزمن فإن الحكم يختلف، وللأسف أن هذا الزمن قد ظهرت فيه ناشئة من الشباب يظهرون شيئا من عوراته بلبس بعض البناطيل، وهذا يدل على ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة كما قال ابن القيم رحمه الله. وإذا ذهب الحياء الذي هو مادة الحياة ذهبت الحياة، وبالتالي حل الموت، فيكون الإنسان سائرا بين الناس هو حي من حيث الصورة لكنه ميت.